إشاعة زواجك من النجم الراحل الله يرحمه عمر الشريف. إشاعة؟ اتجوزته فعلا؟ مش انت بتقولي إشاعة؟ اه إشاعة يعني دي برضو إشاعة. طبعا إشاعة لا أكثر ولا أقل. ده عمر نجم عالمي وده أنا يعني وأنا صغيرة فات أحلامي إنه عمر الشريف. عمر الشريف ده حكاية كبيرة بالنسبة لكل البنات اللي كانوا وقتها في سني وكان لحد عمر دلوقتي. الشريف آه طبعا. فلما جه مصر وكنت أنا بقيت نجمة كبيرة وكده فهو اتفرج على فيلم ليا وقال أنا عايز أشوفها وعايز أقعد معاها وأكلمها وكده. فكلموني وقالوا لي ده، قلت لهم ده أنا أتمنى ده يا ريت. فعملت له عشاء في البيت عندي وعزمته وعزمت أصدقائه، وكان هو لسه أول مرة ينزل مصر بعد الغيبة الطويلة دي كلها، واحتفلت بيه. فخدوها على إنها جواز أو خطوبة. أصل أنا كنت لو سلمت على حد ولا قعدت جنب حد يا اتجوزته يا اتخطبت، ما فيهاش حاجة. والصبح ممكن يطلقوني منه. وإحنا بنعمل سيرش على حضرتك جالنا في السيرش إن يوم 8 يناير 77 أسرع جواز نزل خبر في الأهرام. أسرع جواز إن عمر الشريف نزل مصر اتجوزك ورجع تاني على باريس. ما هم كتبوا ده، كتبوا كتير، وأنا طلعت في التلفزيون أياميها وقتها وكذبته وهو كذب وكده، لأن هو صديق وراجل بقولك يعني جاي بعد العمر ده كله مصر. لما يقول أنا شفت الفيلم ده وعايز أقعد مع الممثلة دي وأنا بقولك كنت من معجبينه، فطبعا شيء جميل بالنسبة لي. فرحبت بيه ورحبت بضيوفه وعملت حفلة كبيرة في البيت عندي وكده. خدوها بقى على إنه لا ده في حاجة، لا ده مش هتعمل كده لازم. لا طبعا بيطلع عليها حاجات كتير قوي قوي. أنا كنت أصحى الصبح أقرأ ساعات إن أنا متطلقة وأنا جوزي جنبي، أصحى الصبح ألاقيني متجوزة وأنا مش متجوزة اللي هم كاتبينه. يعني كانت دي كتير بتطلع. عمرك حصلت إنك حبيتي راجل طلبتي منه أنت الجواز؟ يا نهار أسود. لا صح؟ لا طبعا. لا طبعا. وأنا ما أحبش الراجل الأول، لازم هو اللي يحبني الأول. لازم يحبني وفي الأول يحبني ويجري ويتعب ويطلع عينه كمان علشان أنا أقول أوكي. كام واحد داب من الجري وراكي وفي الآخر برضو رفضتيه؟ لا ما أنا مش هعد، مش هقعد أعد بقى. كتير كتير طبعا. يا بصي كده. لا طبعا مفيش حاجة من دي. لا 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 كل ده كلام فاضي طبعا. انت عارفه ده نصيب لما بتقابلي انسان وترتبطي بيه وتعيشي معاه، واي ست بتبقى عايزه تعيش وتكمل وتستمر وتستقر. لما بيحصل اي خلاف وكده انا من الناس اللي ما بحبش اعيش وانا متضايقه وانا تعبانه ومتخانقين ومش متفاهمين ولا. طب ليه؟ ده ربنا حلله يعني. لا انا تملي بحس ان ممكن الجميلات ما بيحبوش يعيشوا في توتر خالص. انا ما مش مجبره بس على مش الجميلات بس، الستات اللي هي يعني بتحب انها تعيش. ليه 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 انا عايش مجبره وليه ليه انا وليه ليه اضايقك وتضايقني؟ مفيش داعي. باي باي.